بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، معادنا النهاردة مع أول درس من دروس الاستاتيكا. الاستاتيكا ده فرع من فروع علم الميكانيكا. علم الميكانيكا هنقسمه لفرعين، فرع اسمه استاتيكا وفرع اسمه ديناميكا. أنت هتاخد منه في الترم الاول ان شاء الله استاتيكا، الترم الثاني هنشتغل ديناميكا، بس هيبقى فيه في الترم الاول ان شاء الله هيبقى فيه معاك هندسه تحليليه، الترم الثاني هيبقى فيه معاك احتمال خلاص. لكن احنا بنقول ميكانيكا يبقى احنا هنتكلم على الاستاتيكا، ودي فيها فروع كتيره جدا بس مش تدرس منهم حاجه في ثانوي، انت هتاخد مبادئ في الاستاتيكا وكذلك في الديناميكا. لكن كل فرع سواء استاتيكا او ديناميكا له فروع اخرى متفرعه منه. يا استاذ انا مش عارف يعني ايه كلمه استاتيكا اصلا ويعني ايه كلمه ديناميكا. كلمه استاتيكا دي جايه من كلمه استاتيك، استاتيك ده اللي هو ساكن، يبقى الاستاتيكا ده هيبقى علم او فرع من فروع الرياضيات بيهتم بدراسه الجسم في حاله السكون. في الجسم هو ساكن، الترابيزه وهي واقفه على الارض مثلا، الكوره وهي ثابته، كتاب انت حاطه على ترابيزه، في قوه مؤثره عليه، اللي بيختص بدراسه القوه المؤثره عليه في حاله السكون هو علم الايه؟ الاستاتيكا. على العكس بقى علم الديناميكا بيدرس حاله الجسم والقوه المؤثره عليه في اثناء الحركه، وده ان شاء الله هيبقى معانا في الترم الثاني. اذا الموضوع مرتبط بايه؟ بالقوه. انا بقول هندرس الجسم الساكن والقوه المؤثره عليه، وهندرس الجسم المتحرك والقوه المؤثره عليه، يبقى بنتكلم عن القوه. ايه هي القوه؟ القوه بنقول له بالبلدي كده هي تاثير جسم على التاني. خلاص حضرتك رحت وزقيت الترابيزه، رحت شطت الكوره برجلك، ضربت الكوره بالمضرب، خلاص ده كده في قوة. يبقى القوة بنقول هي تأثير جسم على جسم آخر. طبعا في الرياضيات القوة دي من المقادير، من اللي احنا بنقول عليها الكميات المتجهة. انت خدت في اولى ثانوي ان في حاجة اسمها كميات قياسية، دي اللي بتحدد تحديد تام بمعرفة مقدارها فقط زي الطول وزي المسافة خلاص. وعرفت ان في حاجة اسمها الكميات المتجهة اللي هي لابد لتحديدها تحديد نظار وكمان تحديد اتجاه. فالقوة من الكميات المتجهة، عشان كده هنقدر نقول عليها متجه. القوة ايه؟ متجه. بيتميز بايه متجه القوة؟ انه بيمر بنقطة محددة وبالتالي بيعمل في خط مستقيم. يعني انت لما بتيجي تشوط الكورة برجلك، طرف الحذاء بتاعك بيرتطم بنقطة معينة في جسم الكورة. الخط بقى المستقيم اللي معدي على نقطة الكرة دي في نفس الاتجاه اللي انت بتشوط فيه، ده اسمه اللي هو اتجاه عمل القوة. طيب يبقى احنا في عندنا قوة، هنعرف انواع بعض انواع القوة دلوقتي، وفي عندنا جسم. للمعرفة كده الاجسام بيقولوا عليها نوعين، في جسم اسمه جسم جاسئ. ما تستغربش الاسم، كلمة جاسئ معناها متناسق. خلاص يعني ايه متماسك؟ يعني شكله ما يتغيرش مهما اتغيرت القوة المؤثرة عليه، زي مثلا المعادن والصخور. خلاص ده بيتقال عليه جسم ايه؟ جاسئ او متماسك. النوع الثاني ان الجسم يبقى غير جاسئ او غير متماسك، وده اللي بيتغير شكله لما بتغيير القوة اللي بتأثر عليه، زي الخيط مثلا، زي عندك السوائل، الغازات، المطاط، الصلصال. انت بتمسك قطعه الصلصال بايدك كده بتلاقي ممكن تتك عليها كده فشكلها يتغير، لكن انت لو مسكت قطعه العمله المعدنيه واتكيت عليها بايديك كده شكلها مش هيتغير. عشان كده قطعه العمله نقول عليها جسم جاسئ او متماسك، لكن قطعه الصلصال ده جسم غير جاسئ او جسم غير متماسك. احنا دراستنا بتهتم بالجسم الجاسئ، يعني احنا لما هنتكلم على جسم هيكون الجسم دون جاسئ او متماسك. طيب نقول نفكرك ببعض انواع القوه. في قوه شد، خلاص زي مثلا لما تعلق حاجه في خيط كده، يبقى ده هنا في قوه شد. في قوه ضغط، زي ما تحط كتاب على ترابيزه يبقى الكتاب ممثل قوه ضغط على الترابيزه. الترابيزه بقى بترد عليه بقوه اسمها قوه رد الفعل. خلاص
في عندك قوة الجذب والتنافر زي اللي بين المغناطيسات كده، في بينها وبين بعض قوة جذب أو قوة تنافر على حسب الأقطاب المتشابهة بتتنافر. لما تقرب قطب شمالي لمغناطيس مع قطب شمالي المغناطيس بتنشأ بينهم قوة اسمها قوة تنافر. لكن لو قربت قطب شمالي مع قطب جنوبي تلاقي بتحصل بينهم قوة تجاذب. وعلى فكرة القوة دي بتبقى موجودة ما بين الأجرام السماوية، الكواكب والنجوم والأجسام السماوية، في بينها هذا النوع من القوة. وفي عندك قوة التثاقل اللي احنا بنقول عليها الوزن، قوة الوزن بنقول عليها قوة تثاقل، لأن أي جسم أنا دلوقتي لو سبت الألم ده كده هيروح نازل فين؟ لتحت. ده بينشأ نتيجة وزنه، لأن الأرض جواها قوة جاذبية أو بتقول عليها قوة الجاذبية الأرضية، دي بتجذب الأجسام في اتجاهها، فدي بنقول عليها قوة الوزن أو قوة الإيه؟ التثاقل. نيجي لوحدات قياس القوة أو وحدات قياس مقدار القوة. في عندك نوعين، في حاجة اسمها وحدات تثاقلية وفي حاجة اسمها وحدات مطلقة. الوحدات التثاقلية دي هم جايبينها من وحدات قياس الكتلة، يعني في عندك الطن ده وحدة قياس كتلة، لو عاوزه بقى اللي يتحول لقوة بيبقى اسمه قوة الوزن فبنسميها ثقل طن. يبقى من وحدات قياس القوة نقول ايه؟ ثقل طن، نقول ثقل كيلو جرام، نقول ثقل جرام. وطبعا اكيد يعني واضحة ان الثقل كيلو جرام يساوي 1000 ثقل جرام. خد بالك لو قلت كلمة كيلو جرام من غير ما تقول قدامها ثقل كلمة ثقل، يبقى ده كده بقى وحدة قياس كتلة، لكن احنا بنتكلم على قوة فيبقى اسمها ثقل كيلو جرام أو ثقل جرام، والثقل كيلو جرام بيساوي 1000 ثقل جرام. دي كده يبقى الثقل طن، الثقل كيلو جرام، الثقل جرام، دول اسمهم وحدات تثاقلية. في عندك بعد كده الوحدات المطلقة، وديا في عندك النيوتن والدايم. النيوتن والدايم، الواحد نيوتن بيساوي 100,000 دايم، الواحد نيوتن بيساوي 100,000 دايم أو 10^5 دايم. هنربط ما بين الوحدات التثاقلية والوحدات المطلقة، فبنقول الواحد ثقل كيلو جرام بيساوي 9.8 نيوتن، والواحد ثقل جرام بيساوي 980 دايم، وما لم ينص على غير ذلك، يعني إلا إذا الراجل حب يضيف لك قصور ولا حاجة، مثلا دي 9.8، هو ممكن في السؤال يكتبها لك 9.81%، يبقى لو هو قال لك غير الكلام ده يبقى أنت هتلتزم باللي الراجل قايله. طيب القوة إيه اللي بيأثر عليها؟ القوة بتتعين بلازم لها 3 حاجات: مقدار واتجاه ونقطة تأثير. أنا عايز أزق السبورة دي، يبقى أول حاجة هزقها بقوة مقدارها كام؟ هزقها ناحية فين؟ هزقها كده ولا لتحت حسب الاتجاه يعني، ومن أي نقطة فيها هبتدي أأثر بالقوة بتاعتي. يبقى القوة بتتأثر أو العوامل التي تؤثر في القوة مقدار القوة، اتجاه القوة، ونقطة تأثير القوة. يعني عشان أقرب لك، روح مثلا على الباب عندك، جرب مرة تزقه من الطرف بتاعه اللي جنب الأجرة، دخل إيدك لجوه وجرب تزقه بنفس القوة بالتقريب كده، جرب تروح تزقه من جنب المفصلة بتاعته، هتلاقي حتى لو أنت بتزق في نفس القوة وعلى نفس الخط، هتلاقي القوة المؤثرة على الباب بتتغير على حسب نقطة تأثير القوة بتاعته. تمام؟ طيب بما ان احنا قلنا من الاول ان القوة هتبقى متجه، يبقى هنعبر عن القوة باي صورة من الصور اللي اتعلمناها في اولى ثانوي. كان في عندك لما اخدت المتجهات في اولى ثانوي كان في عندك 3 اشكال علمناهم لك، اللي هي جاية من متجه الموضع لنقطة بالنسبة لنقطة الاصل، متجه موضع نقطة بالنسبة لنقطة الاصل كنا بنسميه متجه، واخد بال حضرتك، فكنا بنعبر عنه بثلاث اشكال. كان في الصوره الاحداثيه، طبعا انا هسميه هنا قاف عشان انا بتكلم على القوه، فالقاف متجه في الصوره الاحداثيه، يعني متجه القوه في صوره احداثيه. طبعا معروف احداثي سيني واحداثي صادي، زوج مرتب في الاحداث السيني للنقطه والاحداث الصادي للنقطه. ممكن بدلاله متجهات الوحده الاساسيه، فبنقول له القاف متجه بيساوي سين في اتجاه المتجه سين،
زائد صاد في اتجاه المتجه صاد، س متجه ده اللي هو اتجاه الموجب لمحور السينات، وص متجه ده لاتجاه الموجب لمحور الصادات. وكان في عندنا الصوره الثالثه الصوره القطبيه، فنقول له قاف متجه بيساوي معيار قاف وثيتا، يبقى زوج مرتب في معيار وفي زاويه. المعيار ده معيار القوه، تمام؟ والثيتا دي الزاويه، قياس الزاويه بين خط عمل القوه والاتجاه الموجب لمحور السينات. فالزوج المرتب اللي الاحداث الاول بتاعه معيار القوه، الاحداث الثاني بتاعه قياس الزاويه اللي بين متجه القوه والاتجاه الموجب لمحور السينات، دي كده بيبقى اسمها الصوره القطبيه. افكرك العلاقات اللي كنت تقدر بيها تحول من الصوره الاحداثيه للصوره القطبيه او العكس، لازم تفتكرهم معايا. لو انا عندي الصوره الاحداثيه وعايز اجيب منها الصوره القطبيه، هتستخدم علاقتين. العلاقه الاولانيه اللي هتجيب بها المعيار، المعيار بيساوي الجذر التربيعي ل س تربيع زائد ص تربيع. القانون الثاني ظا ثيتا، ده اللي هتجيب بيه قياس الزاويه ثيتا، ظا ثيتا بيساوي الاحداث الصادي على الاحداث السيني، بيدي لك الظا. بعد كده بتعمل شيفت وتقدر تجيب منه قياس الزاويه، يعني بعد ما تجيب الظا هتعمل شيفت تاني تجيب قياس الزاويه. بس هنا هتبقى تاخد بالك، والكلام ده هيقابلنا ان شاء الله تاني اثناء المنهج، انك الزاويه هتاخد بالك هي موجوده في انهي ربع، في الربع الاول ولا في الربع الثاني ولا الثالث ولا الرابع، ودي بتعرفها من اشارات الاحداث السيني والاحداث الصادي. خلينا افكرك، لما بيكون السين موجب والصاد موجب تبقى دي زاويه في الربع الاول اللي هي الزاويه الحاده، لو السين سالب والصاد موجب يبقى انت في الربع الثاني، يبقى انت بتجيب القيمه بتاعت الزاويه بالمطلق او بالموجب بتاع الظا، يعني حتى لو ده طالع لك سالب انت هتجيبه بالموجب، بس بعد كده هتشوف الربع بتاعك فين وهتبتدي تعمل اللي انا هفكرك بيه دلوقتي. الكلام ده اتخذته في اولى ثانوي، اللي هو ايه؟ لو الزاويه في الربع الثاني بتبقى 180 ناقص قياس الزاويه الحاده، قياس الزاويه الحاده اللي انت بتجيبه بالاستخدام دي بس تكون بالموجب. لو السين سالب والصاد سالب يبقى انت في الربع الثالث، فبيبقى قياس الزاويه 180 زائد الزاويه الحاده اللي انت جبتها. لو السين موجب والصاد سالب كنت بتعمل 360 ناقص الزاويه اللي انت جبتها. اللي انا بقوله ده عشان لو انا مديلك الصوره الاحداثيه واحنا عاوزين نجيب منها الصوره القطبيه. طب العكس، لو انا عندي الصوره القطبيه دي وعايز اجيب منها الصوره الاحداثيه دي، سهله خالص. افتكر معايا، الاحداث السيني كان بيساوي معيار القوه اللي انا هبقى مديهولك في جتا الزاويه اللي انا مديها لك، والاحداث الصادي كان بيساوي معيار القوه في جا الزاويه اللي انا مديها لك. طبعا شويه كلام نظري مهمين علشان احنا نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه، فكل الكلام اللي اتقال ده ما تستهترش بيه ولا تطنشه، لازم يبقى مخك عشان جوه مخك علشان تبقى عارف انت بتذاكر في ايه، ولما يجي حد يلعب عليك في الاسئله طالما انت فاهم بتبقى الدنيا سهله وكويسه. ويلا نكمل بقيه الدرس بتاعنا. دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم على محصله قوتين متلاقيتين في نقطه. محصله قوتين متلاقيتين في نقطه، يعني ايه اصلا كلمه محصله قوتين او محصله حتى مجموعه من القوى؟ ده معناه ان احنا نجيب القوه، ها يعني قوه واحده، المحصله دي يعني قوه واحده بس يكون لها نفس تاثير جميع القوى المؤثره على الجسم سواء كانوا قوتين او اكثر. يبقى بنقول له محصله قوتين او اكثر هي قوه واحده لها نفس تاثير جميع القوى المؤثره على الجسم، يعني القوه اللي تاثرها على الجسم يكون نفس تاثير جميع القوى الاخرى التي تؤثر على الجسم. احنا هنهتم بان احنا نجيب محصله قوتين اثنين وكمان متلاقيتين في نقطه. بص معايا كده، لو تخيلنا ان ده جسم، وخد بالك ان انا لما اجي اقول لك نقطه ماديه المقصود بها جسم. الجسم بنعبر عنه بنقطه، خلاص الجسم بنعبر عنه بايه؟ بنقطه. فانا مثلا عايز اثر على الجسم ده بقوه هي وليكن مقدارها قاف واحد، وبقوه ثانيه هي وليكن مقدارها قاف اثنين اهي. طيب احنا رسمينها هنا،
انا عندي ادي جسم اهو، القوه واحد والقوه اثنين، قف واحد وقف اثنين، دول قوتين بيأثروا على الجسم ده في النقطه دي، خلاص. طيب احنا عايزين جاب بقى مقدار القوه اللي هي المحصله اللي تؤثر نفس تاثير القوتين دول على الجسم. ده قانون هتمشي عليه، ح اللي هي المحصله او مقدار المحصله بيساوي الجذر التربيعي لقف واحد تربيع زائد قف اثنين تربيع زائد اثنين قف واحد قف اثنين جتا ي. القانون ده مرتبط بدرس ان شاء الله في فرع حساب المثلثات هتاخده في الترم الثاني، هو اللي منه يمكن استنتاج هذا القانون. انت ما يهمكش القانون دون استنتاجه جاي ازاي، مش مطلوب منك، لكن المطلوب منك انك تكون بتقدر تستخدمه. طيب ايه هي الـ ايه دي؟ الـ ايه دي هي مقدار قياس الزاويه بين القوتين. يبقى ايه اللي في القانون دي هي مين؟ هي قياس الزاويه بين القوتين، ادي القوه الاولى ودي القوه الثانيه، يبقى قياس الزاويه بينهم هو الـ ايه اللي عندنا دي اهو. يبقى حيث ايه قياس الزاويه بين القوتين، والـ ايه دي قياسها اكبر من او يساوي صفر واصغر من او يساوي 180، يعني ممكن تبقى صفريه وده هيبقى حاله خاصه من الحالات اللي هنقولها بعد شويه، ممكن تبقى 180 وده برضو حاله خاصه هنقولها بعد شويه، وممكن يبقى قياس اي زاويه بينهم سواء حاده او قائمه او منفرده. بعد كده ظاهر بيساوي قاف 2 جايه على قاف 1 زائد قاف 2 جتا ي. انت عندك قوتين، مين اله دي يا استاذ؟ اله دي بقى هتبقى قياس الزاويه بين خط عمل المحصله والقوه الاولى. طب يا استاذ انت كاتب لي قوتين، اخد منهم، انت قلت لي مثلا 5 و8، هنا القوه الاولى وهنا القوه الثانيه. والله ممكن تعتبر القوه الاولى هي اللي احنا قلناها الاول والقوه الثانيه هي اللي قلناها الثاني. طب فرضا واحد عكسهم يا استاذ، يعني بدل ما هو قال لهم 5 و8 قال لهم 8 و5، هتدي نفس النتيجه لان الزاويه هنا هي اللي بتحدد، الزاويه هنا هي اللي هتحدد. فالهي دي بتبقى مين؟ بيبقى قياس الزاويه بين المحصله والقوه الاولى. فلو انت خدت القوه الاولى يبقى الزاويه اللي هتطلع، يعني لو خدت الخمسه هي القوه الاولى ومعاك 8 مثلا، يبقى الزاويه اللي هتطلع هتبقى اللي بين المحصله والقوه 5. طب فرضا اعتبرت ال 8 هي القوه الاولى، يبقى الزاويه اللي هتطلع دي اللي بين المحصله والقوه 8. خلاص كده عشان ما حدش يلخبطك يعني. يبقى هي دي قياس الزاويه التي تصنعها المحصله مع القوه الاولى، وظاهر بيساوي قاف 2 جايه على قاف 1 زائد قاف 2 جتا ي. ملحوظه كده لازم تاخد بالك منها. محصله قوتين اكبر من او يساوي الفرق بين القوتين واقل من او يساوي مجموع القوتين. هي في معظم الاحيان بتبقى اكبر من الفرق واقل من المجموع، بس حكايه التساوي دي بتظهر في الحالات الخاصه اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. بس يلا ناخد مثال على القانون ده. بقول لك قوتان مقدارهما 5 و3 نيوتن تؤثران في نقطه ماديه يعني جسم، الزاوية بين اتجاهيهما 60 درجة، أوجد مقدار واتجاه المحصلة. ال 60 درجة دي هتبقى هي مين؟ هتبقى اليه بتاعتك اللي في القانون. تعويض مباشر، المحصلة ح بيساوي الجذر التربيعي قاف 1 تربيعي يبقى 5 تربيع، زائد قاف 2 تربيعي يبقى زائد 3 تربيع، زائد 2 في قاف 1 اللي هي 5 في قاف 2 اللي هي 3 في جتا ي يعني في جتا 60. صف الكلام ده بالآلة الحاسبة كله كده مرة واحدة، هتلاقي النتيجة طلعت بتاعه 7 نيوتن. لو لاحظت هتلاقي إن السبعة دي أكبر من الفرق بين القوتين وأقل من مجموعهم. طيب ظاهر، ما أنت طالما قال لك هات اتجاه يبقى لازم تجيب قياس الزاوية اللي بين المحصلة وبين القوة الأولى. إحنا اعتبرنا إن القوة الأولى بخمسة، فيبقى القوة الثانية بثلاثة، فأنا عندي ظاهر القانون أهون بيقول لي قاف 2 تبقى 3 جا ي يعني جا 60 على قاف 1 اللي هي 5 زائد قاف 2 اللي هي 3 جتا ي يعني جتا 60. صف الكلام ده بالآلة الحاسبة هتطلع لك النتيجة بتاعته سواء عشري أو كسر مش هيفرق معاك، لأنك هتروح تجيب الزاوية هتعمل شيفت تام وتكتب القيمة اللي طلعت هنا، هتدي لك قياس الزاوية لما تضغط على مفتاح الووات هتتحول النتيجة عندك لدرجات ودقائق وثواني. هنيجي بقى للحالات الخاصة اللي أنا بقول لك عليها. في عندنا ست حالات خاصة. الحالة الأولى إن القوتان متعامدتان، يعني لو قاف واحد عاملة كده تبقى قاف اتنين عاملة كده. يبقى قاف واحد وأدي قاف اتنين. يعني قياس الزاوية بينهم يساوي كام؟ 90.
تمام، ده معنى كلمة القوة المتعامدتان. يعني الياء هتبقى بكام؟ بتسعين. طب ارجع بالذاكرة كده، الجتا الياء بتاعت التسعين، الجتا تسعين بكام؟ بصفر. واي حاجه مضروبه في صفر تبقى بصفر. فلما تعوض هنا عن الجتا ايه دي الجتا 90 اللي هي بصفر، كل ده هيتلغي، هيتفضل لك الحاء بتساوي ق واحد تربيع زائد ق اثنين تربيع. يبقى في حاله القوتان متعامدتان بيبقى مقدار المحصله بيساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعيهما، يعني الجذر التربيعي لق واحد تربيع زائد ق اثنين تربيع. فطبعا المحصله هتبقى بينهم. عايزين احنا بقى نجيب اله اللي هي قياس الزاويه اللي بين المحصله وبين القوه الاولى، هيبقى ظا ه بيساوي ق 2 على ق 1. طب ليه؟ ما هي برضو في المقام هنا انت عارف ان الجا 90 ب 1 والجتا 90 بصفر. تعالى هنا كده، دي كده هتبقى جا 90 ب 1، فالواحد في ق 2 هيبقى ق 2، هنا الجتا 90 بصفر فدي هتتلغي، فيبقى عندك في المقام قاف واحد، يبقى ظاهر ايه بيساوي قاف اتنين على قاف واحد. تعال ناخد مثال، بقول لك قوتان متعامدتان، خلاص يبقى انا عرفت ان الايه بتاعت التسعين، حتى انت لو مش حافظ القانونين دول وعوضته هنا هتطلع لك نفس الاجابات، ما تقلقش يعني. وبعدين انت عندك الامتحان اوبن بوك، فما فيش عندك مشكله في حفظ القوانين. تاني بنقول قوتان متعامدتان مقدارهما 6 نيوتن و2.5 نيوتن تؤثران في نقطة مادية أو بالمقدار واتجاه المحصلة. خلاص هنعوض هنا مباشرة، يبقى هنقول له الحاء اللي هي مقدار المحصلة هيساوي الجذر التربيعي 6 تربيع زائد 2.5 تربيع، هتطلع لك بتساوي 6.5 نيوتن. هتقول له ظاهر هيساوي 2.5 على 6، طبعا لما تكتبها للآلة الحاسبة طلعت 5 على 12 اللي هي هتقول له ايه؟ هتعمل شيفت تاني للقيمه دي، هتلاقيها طلعت وتحولها بمفتاح الواط اللي عندك، تطلع لك 22 درجه و37 دقيقه و12 ثانيه. تعالى نكمل مع بعض بقيه الحالات الخاصه. طيب بنقول اذا كانت القوتان متساويتان في المقدار، يعني لو انا عندي القوتين قد بعض، يعني هنفترض ان قاف واحد تساوي قاف اثنين بتساوي قاف، هتعوض في القانون هيبدل ما عندك قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع، هتشيل قاف واحد وهتشيل قاف اثنين وهتحط مكانهم قاف، هتلاقي المحصله بقت بالقيمه دي 2 قاف جتا ي على 2، يعني 2 في مقدار القوه او في مقدار احدى القوتين عشان هما الاثنين قد بعض في جتا نص قياس الزاويه اللي بينهم، وبيبقى اللي هي بتساويها على 2، يعني المحصله هتبقى في النص. يعني لو تخيلت ان القوه الاولانيه قد القوه الثانيه فسميناهم هما الاثنين قاف، بتبقى المحصله طبعا دي كده ليه؟ تلاقي المحصله في النص كده ما بينهم، يبقى المحصله تبقى في النص ما بينهم، يعني هيبقى المقدار الزاويه قياس الزاوية بين المحصلة وبين أي قوة من القوتين هيساوي نص قياس الزاوية بينهم، يعني الحاء هتبقى في النص. خلاص، وبيبقى مقدار قيمة المحصلة بيساوي 2 في مقدار إحدى القوتين في جتا نص قياس الزاوية بين القوتين. تعال نشوف المثال ده، بقول لك قوتان متساويتان في المقدار، يعني 2 قد بعض، بس أنا هنا بقى مدي لك مقدار المحصلة بيساوي 7 جذر 3 نيوتن، يعني أنا اللي قلت لك إن المحصلة قيمتها 7 جذر 3. وقلت لك ان قياس الزاويه بينهم باي على 3، عايز اعرف مقدار كل قوه من القوتين دول كام، خد بالك ان هما قد بعض. ادي القانون قدامك اهو، كل اللي هتعمله ان حضرتك لو خدت بالك بس ان الباي على 3 دي، الباي دي يعني 180، الباي يعني كام؟ يعني 180، فلما تقسم ال 180 على 3 يطلع لك بكام؟ ب 60، تمام؟ يبقى انا بقى القانون بتاع المحصله بايه؟ 2 في قاف في جتا ايه ولا ايه على 2؟ ايه على 2. انا جبت الايه بكام؟ ب 60، يعني الايه على 2 بكام؟ ب 30. طبعا انت عارف ان جتا 30 بتساوي جذر 3 على 2. شيل بقى المحصله وحط مكانها 7 جذر 3 وادي ال 2 قاف اهي في، وشلت الجتا 30 وحطيت بدلها جذر 3 على 2، يبقى هتختصر طبعا الجذر 3 هتختصر مع الجذر 3، الاثنين مع الاثنين هتطلع لك مقدار القوه بيساوي 7 نيوتن، يعني القوتين كل واحده منهم مقدارها 7 نيوتن. الحاله الخاصه الثالثه
إذا كانت القوتين لهما نفس خط العمل وفي نفس الاتجاه، تخيل ده الجسم بتاعك وانت بتشده كده، وواحد معاك بيشد بنفس الحبل ومعاك في نفس الاتجاه ماشي معاك، يبقى معنى كده ان الزاوية بين القوتين قياسها كام؟ صفر. يبقى اليه بتاعتك هتبقى بكام؟ بصفر. يبقى معنى كده ان مقدار المحصلة هيساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. يبقى لما نيجي نقول لك القوتين لهما نفس خط العمل، قوة مقدارها 5 قوة مقدارها 3، يبقى على طول المحصلة بتاعتهم مقدارها 8، والاتجاه بتاعها هو نفس الاتجاه بتاع خط عمل القوتين. انا بشد كده وانت بتشد معايا في نفس الحبل كده، يبقى الجسم ده يتحرك بقوة قيمتها مجموع القوتين بتوعنا احنا الاتنين وفي نفس الاتجاه بتاعنا، تمام؟ ودي بيسموها القيمة العظمى للمحصلة. خد بالك من الالفاظ اللي بتتقال لك، عشان لما الراجل يجي يقول لك ان دي القيمه العظمى للمحصله، يبقى انت تعرف ان القوتين لهما نفس المقدار، سوري، لهما نفس الاتجاه، يعني قياس الزاويه بينهم صفر. طيب هنا بقى اذا كانت القوتان لهما نفس خط العمل بس في اتجاهين متضادين، واحده كده والثانيه الناحيه الثانيه، بس الاثنين نفس خط الايه؟ العمل، زي لعبه شد الحبل كده بالظبط. يبقى في الحالة دي الزاوية بين القوتين هيبقى قياسها 180، يعني اليه بتاعتك هتبقى ب 180 درجة، الجتا 180 بكام؟ بسالب 1. روح عوض في القانون هيطلع لك إن المحصلة بتساوي الفرق بين القوتين، وعلى فكرة هنا بتعمل مقياس لأن لازم القيمة تجيبها موجبة، ليه بقى؟ اتجاه القوة المحصلة بيبقى نفس اتجاه القوة الكبيرة. يعني أنا بشد الجسم ناحية القوة 5، أنت معايا وعلى نفس خط العمل بتشده الناحية التانية بقوة 8، يبقى الجسم ده هيتحرك ناحيتك أنت علشان القوة الكبيرة، وبقوة تساوي الفرق بين القوتين ما بيننا وبين بعض، يبقى مقدارها 3 نيوتن مثلا. الحالة الخامسة، إذا كانت القوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه ولهما نفس خط العمل، يبقى المحصلة صفر. يعني المحصلة هتبقى المتجه الصفري، احنا ماسكين الجسم ده احنا الاثنين بنشده بنفس الحبل، بس انت الناحية دي وانا الناحية دي وقوتنا قد بعض، الجسم ده مش هيتحرك، هيفضل في مكانه. يبقى خد بالك اهم حاجة من الالفاظ اللي بيخلي المسائل سهلة او صعبة عليك هو الالفاظ، انت واخد بالك منها ولا لا؟ خدت بالك من الالفاظ هتبقى ان شاء الله كل حاجة سهلة، ما خدتش بالك من معنى كل كلمة متقالة في السؤال الدنيا هتبوظ معاك. طيب نيجي هنا اخر حاله في الحالات الخاصه، بنقول اذا كانت المحصله عموديه على القوه الاولى. هو مبدئيا كده حط في دماغك لو انت عندك قوتين والمحصله على واحده فيهم عموديه على واحده منهم، بتبقى عموديه على الصغيره. بتبقى عموديه على ايه؟ على الصغيره. اصل خد بالك ان دايما خط عمل المحصله بيبقى بين خطي عملية القوتين، يعني انا لو بشد الجسم كده وانت بتشده كده، يبقى المحصله بتاعتها هتبقى ما بيننا، وبتبقى قريبه من مين؟ قريبه من القوه الكبيره. فهنا هيبقى طالما هي عموديه على احدى القوتين وانت مغمض، تبقى عموديه على مين؟ على القوه الصغيره. تبقى عموديه على مين؟ على القوه الصغيره. خد بالك طالما قلنا عموديه على القوه الصغيره، انا كده اديت لك اله ب 90، لان احنا من الاول قلنا ان اله دي قياس الزاويه بين المحصله وبين القوه الاولى. هنا طبعا هتبقى القوه الاولى هي مين؟ هي القوه الصغيره، بقت اله عندي ب 90. في الحاله دي لو انت ادي القوه الاولى وادي القوه الثانيه، لو انت استبدلت القوه دي بالقوه دي كده بتوازيها ولها نفس المقدار من فيثاغورس، طبعا دي المحصله، يبقى هتساوي ق 2 تربيع ناقص ق 1 تربيع. يبقى ح تربيع هتساوي ق 2 تربيع ناقص ق 1 تربيع. طبعا ق 2 دي القوه الكبيره، ق 1 دي القوه الصغيره، وهي عموديه على القوه الصغيره. طبعا عايز تجيب مقدار المحصله، هتعمل جذر تربيعي للقيمه اللي هتطلع من هنا. هنا انت عارف الزاويه اللي بين القوه المحصله وبين القوه الصغيره. طب انا عايز اجيب بقى مقدار قياس الزاويه بين القوتين نفسهم، يعني احنا هنا عندنا اله وعايزين اليه،
بيبقى جتا ايه بيساوي سالب قاف واحد على قاف اتنين، عشان ما تتلخبطش في الحاله دي القاف واحد هي القوه الصغيره، عشان ايه ما تتلخبطش، عشان الراجل لما يجي يضحك عليك كده يكتب لك القوه الكبيره الاول ويكتب لك القوه الصغيره تاني واحده تجي انت متلخبط. لا، قاف واحد هي مين في الحاله دي؟ هي القوه الصغيره، عشان ما تغلطش. يبقى تكون المحصلة عندما تكون عمودية على إحدى القوتين فإنها تكون إيه؟ عمودية على القوة الصغرى. دي الحالات الخاصة، ويلا نحل تمارين مع بعض. شوف معايا التمارين دي، بقول لك قوتان مقدارهما 50 نيوتن و 100 نيوتن تؤثران في نقطة مادية، وبقول لك محصلتهم عموديه على القوه الاولى، يبقى لو انت تغمض هتبقى عموديه على القوه 50، لان احنا لسه قايلين ان المحصله لما بتبقى عموديه على احدى القوتين بتبقى عموديه على القوه الصغيره. بيقول لي اوجد قياس الزاويه بينهم، يعني عاوز قياس الزاويه بين القوتين دول وكمان مقدار المحصله. طبعا هنا هنقول له ان جتا ي هتساوي سالب قاف واحد على قاف اتنين، وقاف واحد طبعا هتبقى هي القوه الصغيره، هيبقى سالب 50 على 100 هيطلع بسالب نص، يعني الزاويه ايه هيبقى قياسها ب 120 درجه. طبعا مقدار المحصله احنا لسه قايلين هيبقى الجذر التربيعي لقاف 2 تربيع ناقص قاف 1 تربيع، يعني جذر 100 تربيع ناقص 50 تربيع هتحسبها هيطلع ب 50 جذر 3 نيوتن. قوتان تؤثران في نقطه ماديه، فاذا كانت اكبر قيمه لمحصلتهم 32 نيوتن واصغر قيمه لمحصلتهم 12 نيوتن، اوجد مقدار كل منهما، ادي مطلوب. مطلوب تاني بيقول لي اوجد مقدار محصلتهم اذا كان قياس الزاويه بين القوتين بيساوي 60. طبعا احنا عارفين ان لسه قايلين ان اكبر قيمه للمحصله بتبقى مجموع القوتين، واصغر قيمه للمحصله بتبقى الفرق بين القوتين. يبقى انا كده هقول له هنفترض ان القوه الكبيره قاف واحد والقوه الصغيره قاف اتنين، عشان انا مش عارفهم، يبقى قاف 1 زائد قاف 2 بيساوي 32، قاف 1 ناقص قاف 2 بيساوي 12، ادي المعادلتين بتوعك، ارجع ثالثه اعدادي حل المعادلتين دول، بالجمع اجمع المعادلتين دول، القاف 2 هتتشال مع السالب قاف 2، يبقى قاف 1 زائد قاف 1 هيديني 2 قاف 1 بيساوي 32 زائد 12 بيساوي 44، يبقى معنى كده ان قاف 1 هتساوي 44 على 2 تطلع 22 نيوتن. عرفنا ان قاف واحد ب 22 نيوتن، واحنا عندنا المجموع بيساوي 32، يبقى قاف واحد هتساوي 32 ناقص 22 هتطلع 10 نيوتن، دي كده قاف 2، عشان احنا جبنا قاف واحد ب 22 نيوتن. طيب بقى عندنا القوتين، واحده 22 نيوتن والثانيه 10 نيوتن. هو الراجل بيقول لي هات المحصله لو قياس الزاويه بينهم 60، عوض في قانون المحصله، يبقى ه هتساوي 22 تربيع زائد 10 تربيع زائد 2 في 22 في جتا 60، هتحسب الكلام ده هتلاقيه طالع لك 2 جذر 201 نيوتن. قوتان مقدارهما 5 نيوتن تؤثر في اتجاه الشرق، و5 جذر 2 نيوتن تؤثر في اتجاه الشمال الغربي. هنا هتحتاج ترسم. بيقول لي اثبت ان مقدار المحصله يساوي مقدار القوه الاولى، واوجد قياس الزاويه التي تميل بها المحصله على كل من القوتين. ولا اي حاجه، انت رسمت مستوى احداثيات اهو، ده كده يبقى اتجاه الشرق، ده الشمال، ده الغرب، ده الجنوب. القوه الاولى في اتجاه الشرق اهي، اللي هي مقدارها 5 نيوتن. طيب القوه الثانيه هو قال لي موجوده فين؟ بتقول لي في اتجاه الشمال الغربي. الشمال الغربي يعني في النص ما بين الشمال والغرب. طبعا الزاويه بين الشمال والغرب 90، فالقوه الثانيه في النص ما بينهم هتبقى الزاويه دي كده 45. طبعا احنا عارفين ان دي كده 90 ودي كده هتبقى 45، هيبقى قياس الزاويه اللي بين القوتين 135. خلاص يبقى انت عرفت اليه بتاعتك ب 135، عوض في قانون المحصله، هيبقى المحصله بتساوي الجذر التربيعي 5 تربيع زائد 5 جذر 2 تربيع زائد 2 في 5 في 5 جذر 2 جتا 135، هتحسب الكلام ده هتلاقيه طلع ب 5 نيوتن، اللي هو طلع بيساوي مقدار القوه الاولى. عايزين نجيب ظاهر اللي هي كده، انا هجيب الزاويه اللي بين المحصله وبين القوه الاولى، تمام؟ هنعوض في القانون، هيبقى قاف 2
جا ي على قف واحد زائد قف اتنين جتا ي، اللي هنا عندنا ب 135، قف واحد بخمسه، قف اتنين بخمسه جذر اتنين، عوض في القانون هتلاقي النتيجه طالعه 5 على 0. 5 على 0 دي يعني غير معرفه. مين مين الزاويه اللي الظا بتاعها غير معرف؟ ال 90. لو انت ناسي شقلب دي هتبقى الزطا بتساوي 0 على 5 اللي هي 0، واستخدم الآلة الحاسبة برضه هتطلع لك قياس الزاوية بيساوي 90 درجة. عرفنا إن الهي ب 90، يبقى أنا عرفت إن قياس الزاوية بين المحصلة وبين القوة الأولى بيساوي 90 درجة، وأنا عندي قياس الزاوية بين القوتين 135، يبقى قياس الزاوية بين المحصلة وبين القوة الثانية هيبقى 135 ناقص ال 90 اللي إحنا جبناها هيساوي 45، يعني طلعنا في الآخر اتجاه المحصلة هو اتجاه الشمال. أتمنى الدرس يكون مفهوم وفهمت تفاصيله كويس، ونتقابل على خير إن شاء الله في الدرس اللي جاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.